السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد أتتنا كمية من طائر النعار وهي بقرب الشبكة، وننتظر نزولها إلى الشبكة إن شاء الله. قد حرم علينا هذا الديك، انظروا إلى هذا الديك. عادت الطيور بإذن الله، ونسأل الله أن نمسك منها إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هم يتنافسون عن الأكل في القفص، وننتظر نزولهم إلى القفص. تقريبا حوالي 10 طيور